هشوفك بكره يا عمر. اكيد ان شاء الله. رح نتقابل بكره في المؤتمر بهين. اكيد. تصبحوا على خير. وانت من الف. ليش ما قلت لي انه بكره عزمتك على العشاء؟ وانا بحيلة، نزلناها في الشركة ما هنا لقيناها في مطعم فوت مرة. سيدي لو طرت ده أمي فيها. أنا؟ أبدا. جايز. شو هو اللي جايز؟ جايز ما فطرتيش وأنا بتهيألي إنك ما كنتش قايلها إنك عزماني على العشاء. جايز. الطور ده شكله مطول للفجر، أنت إيه نظامك؟ سيادته لسه مصالحني على ندى. اخلع ازاي؟ انزل انت يا نادر، مالكش دعوه هشام. ايه هو سعادتك زهقت مني ولا ايه؟ يا ابني انزل، ما يصحش تشوف خالد بيه بيتقطع من ابوه. كده عالمي كده ملعوبه. طب بعد اذنكم. اذنك معاك يا سيدي. انا معيش عربيه يا سعادتك، انا جيت مع نادر. انا بفكر سيادتك ان انا عربيتي سبتها في الجهاز. انزل معاه. طب بالنسبه لنادر يا فندم، خدها معايا ولا سيبها؟ اسألها لو هتقعد ممكن حد مننا. السلام يا جماعة. مع السلامة. استنى نادر خدني معاك. أنا هروح إزاي؟ عربيتي في الجهاز. طب يلا يا سيدي انجز. يلا نادر يا حبيبتي. ليه بس كده؟ ما احنا لسه قاعدين. معلش يا هانم نسيبكم بقى عشان تستريحوا. نستريح من إيه؟ ده أنا ما صدقت إن خالد يجي يوم بدري من الشغل. معلش أصل عربيتي مش معايا ونادر بيه هو اللي هيوصلني. يلا نادر يا حبيبتي ولا إيه؟ يلا. فرصة سعيدة. خليك. أنا أسعد يا حبيبتي. خلينا نشوفك. إن شاء الله. مبسوطه اني شفتك يا طنط. بقولك ايه، ما تديلوش ريق حلو على طول كده، خليه يحس بغلطته. حاضر. يلا يلا يلا. مبسوطه جدا يا فريده. على ايه بس؟ على كل حاجه. طبعا انت ما بقيتيش محتاجه عزومه ولا محتاجه تستني هشام عشان يجيب، ولا ايه رايك؟ انا اقدر يا فندم. في سلامات تاني يا جماعه. لا خلاص. تصبحوا على خير يا جماعه. تصبحوا على خير. نورت. خد الورد معاك يا هشام. مؤاخذه يا فندم. باي ندى. العب يا عالمي. شوف الواد بياكل الطبيعه بتاع ابوه بيقول لك العب يا عالمي. العب. مساء الفل. مساء النور. كل ده مع سارة؟ اه وفيها ايه؟ انت عارف انت بقالك قد ايه قاعد معاها؟ انت مالك يا خديجة؟ وازاي تكلميني بالطريقة دي؟ في شغل بيني وبين الست. يعني انت زعلان عشان انا قلقان عليك؟ اخبار القهوة ايه؟ تمام. طب تعالي. تعالي يلا وريني شطارتك وانا غايب. عشان الحق استلم منك وتروح قبل ما الوقت يتأخر. وبلاش اسئلة تاني. يلا كالسبيرا. كالسبيرا. انا جاي اقول لك ان المفتاح جوه. المفتاح جوه؟ اول فين في المنديل. انت لسه هتندهش. يلا يا عم. المفتاح جوه ازاي؟ تعالى بس اقول لك. انت فاكر نفسك في مصر. هاي. اتفضل يا ابني ما تدخل. هاي جدا جدا. هاي جدا 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 جدا. ايه رايك بقى يا معلم؟ ودي فيها رايي؟ انهي فيهم بتاعتي؟ رص. الله. عسل. عسل. ماشي هسيبك بقى تاخد راحتك خالص يا معلم. ايه ده بجد؟ يا ابني كلمنا. ايه ده بجد؟ هو استحل ليه عند صاحبه ايه؟ ايه؟ عيش. الله 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 الله. انت فين يا ابني مختفي طول النهار؟ بعط. ايه مش باين ولا ايه؟ ماشي يا عم. طب بقول لك احنا نازلين نكمل السهره بره، مالكش شوق؟ لا يا عم، الموضوع ده محتاج استعدادات وحاجات كده انت فاهمها، وانا صاحي من بدري وحلمي مهدود طول النهار،
ما رضيتش يعني ان اخوك يتاخد عنه فكره غلط بالزور؟ ماشي ملحوقه. ده اذا رجعت بقى من مصر قريب ان شاء الله. ليه انت مسافر امتى؟ بعد بكره خلاص. بالسرعه دي؟ انا بيني وبينك يا سالم موضوع الضمانهولي شكله مطول يعني. وانا لحد دلوقتي ما قفشتش لقمه حلوه اقعد عشانها. اخاف اقعد شويه كمان الاقي سياده اللي هو في مصر جاب حد غيري. ابقى لا طولت بلح الشام ولا عنب اليمن. لا ده انت عايز لك قعده بقى. طب انا هنزل اسهر واعدي عليك وانا راجع. لو صاحي نرغي شويه. اطبخ. سلام. يا شلوم بقول لك ايه الواد مسافر بعد بكره اعمل ايه؟ روم سيرفيس؟ نو رونج نمبر. مين اللي كان بيتصل ده؟ نمبر غلط. انت رحتي فين؟ يس اي ونت 1 تي. ثانك يو. خديجة أهلا يا حبيبتي تعالي. ماما بخير؟ آه مامي كويس. تعالي أنا بس مش عايزة أكون بعمل لك أي إزعاج. أبدا يا حبيبتي ما فيش إزعاج. أنا بس عايزة أطمن منك وأعرف عايزة إيه. ما تقوليليش إنك جاية في الوقت ده تزوريني بس. لا أنا ومامي بس كنا قلقانين شوية ومش فاهمين أي حاجة خالص من المحامي. فقلنا يعني إن ممكن تقدري تلاقي طريقة عشان تتوسط لنا عند اصحابك يعني المسؤولين عشان بابي. انا بعمل اللي بقدر عليه بس ما كانش في داعي تتعبي نفسك وتيجي لحد هنا. كان ممكن تقولي الكلام ده على التليفون. سوري لو كنت ازعجتك. ابدا يا حبيبتي ما فيش ازعاج. انا بس قلقانة عليكي تخرجي لوحدك في الوقت ده. ولا عمر مستنيكي بره عشان يوصلك؟ عمر؟ الو اوكي ويت مستر سليم. الو ايه روس؟ طب يلا جاي لك حالا.